يا بوسة قالت لي انها ان ايناس قالت لي انا لازم حتى لو ما حضرتش الافتتاح، لا كانت لسه واصله من دبي، الندوه اهم لاني عايزه اتكلم عن نبيله حبيبتي. والله العظيم اولا بلبله دي بجد بجد بقى ثروه قوميه وممثله من الممثلات اللي احنا بنعتز بيها وهتفضل في تاريخ السينما المصريه، مش هزار يعني، مش بجاملها عشان هي حبيبتي وصاحبتي وكده، لا فعلا جاملي يا ايناس. ولسه الصبح كنت بقول لالهام، بقول لها انا عاوز اجي لنبيله لسبب. نبيله من الممثلات اللي اختارت، كانت ذكيه جدا في اختيارات موضوعاتها والناس اللي بتشتغل معاها، وبعدين عمرها كنجمه كبيره ما فرضت رايها في اي فيلم. تثق في ايناس، تثق في مصطفى محرم، تثق في عبد الحي اديب، تثق في وحيد حامد، تثق وتعمل فيلم. خلاص جابت الناس اللي هي عارفه ان هي في ايد امينه. لا تدخل بقى تقول لك اعملوا لي كذا ولا صوروني كذا ولا هاتوني مش عارفه ايه ولا اعملوا لي ايه. مفيش، مطيعه جدا للمخرجين اللي بتشتغل معاهم، عشان كده اتلونت. هتلاقي مدرسه اشرف فهمي معاها، هتلاقي مدرسه حسين كمال معاها، هتلاقي مدرسه عاطف الطيب معاها، هتلاقي كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم كانت طوع ليهم فتلونت. الحاجه اللي ربنا بقى مديها لها ان تحطيها في دور شيك تلاقيها شيك، تحطيها في دور بنت بلدي تلاقيها بلدي، تحطيها في دور بنت مش عارفه مايصه تلاقيها مايصه. ايوه ايقونه الانوثه يعني رقصت. بس خدي بالك دي عملت الرقص احلى من اي حد بيرقص. دايما بيبصوا لنبيله على الرقص. لا الماستر المرأة والسطور، المشهد بتاع قتلته ده اللي بتعلى لا، وشادر السمك وشادر السمك. خد من الهوا خد من الهوا. انا دلوقتي لو قدامي جمهور يا شفيق لا كنت رقصت رقص لا حصل ولا هيحصل. معرفش اندمج الا في الزحمه، احب الهيصه والناس الكتير. وانا انا بقى ايه؟ حاجه ايه؟ ها؟ مفيش حاجه عملتها لفتت نظرك ابدا؟ تعرف ما كنتش تخرج هصرخ. انا بقى ريحت دماغي، الغلط والصح عندي كله محصل بعض. نروح اي مكان، نبتدي تاني في اي حته. فتحت انا بحبك قوي. احمد انت فاكر المدرسه دي ايه؟ مالها صفه واقفه تتفرج على براويكم وساكته؟ لازم تعرف ان زمانكم مسؤولين من اهاليكم مسؤولين مني. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه، هو اللي علمني ازاي امسك السكينه وازاي تتصل الراس على الجسم، هو اللي علمني ازاي ينام الانسان بالمخدر ويعمل فيه اللي هو عايزه، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم. ايوه كده بان على حياتك بان. لو انت فاكرني ايه عشان ما غصبتني على الحرام حد يقعد يشتري فيا؟ لا يا روح امك، ده انا اشرف مش هرب. حضرتك غشتني في الاول وفي الاخر. الغش الاولاني عدى زي ما اي حاجه بتعدي، اما الغش التاني فمش ممكن يعدي. انا رقاصه وفي شغلنا بنقبض مقدم، بعد الفرجه محدش بيعبرنا. نبيله متلونه في كل افلامها وفي كل، لانها وثقت في الناس الكويسين اللي احنا كنا بنتكلم النهارده انه فين المخرج وفين الكاتب وفين المنتج. يعني حتى المنتجين عمر ما حد اشتكى من نبيله، عمر ما قال نبيله جايه تطلب طلبات، عمر ما قال نبيله مزوده. حتى انا اعلم بقى من وراها، ويمكن انه هي كانت في بعض الاحيان تتنازل عن اجر، عن جزء كبير قوي من اجرها عشان تعمل موضوع حلو. وده ما كانش موجود في النجوم خالص. وعشان اعمل الافيشات في الشوارع وتعمل الافيشات حلوه، الدعايه عشان الافيشات في الشوارع والدعايه حلوة. علشان عارفه ان الدعايه مهمه، عشان يعمل الدعايه دي كانت ما فيش نجوم يعملوها خالص. يعني هي كانت تقول لك لا مش مهم، عشان هو يصرف على الفيلم وعشان يصرف في الدعاية ويحطني في شكل كويس، وهي عارفة انه لما بيحطها في شكل كويس بالتالي هي بتكسب مش بتخسر، وهي ده اللي كسبته دلوقتي اللي هو التاريخ الجميل القيم اللي في السينما المصرية. قالت ده حقيقي والله. ان لقب نجمة مصر الاولى اتعمل في فيلم التحدي، ده كانت البدايه. وانا بتكلم على ان محمد رمضان ادى نفسه دلوقتي انه نمبر 1، فانا بقول لها الالقاب دي بتبقى نقمه على فنان ولا بتبقى حاجه مهمه؟ انت اياميها استقبلتيه ازاي؟ لا هو كان نوع من الدعايه للفيلم، ان احنا بنقول نجمه مصر الاولى لانها كانت هي وقتها اهم نجمه موجوده على الساحه. فلما اتقالت كده وقالت لي ان المنتج كانت هي راس ليستا يبيع الافلام 10 افلام على فكره ما حدش كان بيعترض لانه كان لاقيها كده. انا امتى اعترض؟ لما احس
تحس ان هي ما تستحقش اللقب ده. يعني حط نفسها ليه كده، ما في عشرة زيها، بس هي في الوقت ده لما اتحطت نجمة مصر الاولى كانت وقتها نجمة مصر الاولى. فما حدش يتضايق، واخده بالك؟ لكن لو هي مثلا مش نجمة مصر الاولى وطلبت ده مش هنعمله، ما كانش المنتج هيعمله خالص. لا بصي، هي ما كانش ليها طلبات، وكانت ست مطيعة وفنانة مطيعة وفنانة تيجي في مواعيدها وملتزمة وجميلة وصاحبة كل الاستافة. يعني انا كنت مساعدة مخرج لما اشتغلت معاها في سنة اولى حب اول مرة. ايوه قولنا حاجة في كواليسها محدش يعرفها. اولا هقول لك حاجة، صاحبتني من اول، يعني انا ما كملتش المسلسل عشان رحت مش عارفة فين، كنت رايحة عملت فيلم في العراق مع صلاح ابو سيف، فما كملتش المسلسل. هي اللطيفة انا فاكرة لها بعد اسبوع من التصوير وحصل بينا، انا انت عارفة السكريبت بيبقى مرتبط قوي بالممثلين عشان اللبس والهدوم لقيتها جبالي هدية، انا فاكرة ازازة بارفان وشوية كريمات وش، وقالت الكريمات دي هتعجبك قوي. كريمة وجدعة. اي لا هي عاوزة حاجات، بصي هي دي رمزية، بس هي حست انه انا ست ودي هتعجبني، ازازة بارفان حلوة وبتاع، فبتخلق بينها وبين بتدوب لأي حد. يعني عايزة اللوكيشن يبقى كله اصحاب. اول حياتي انا كنت لسه جديدة، ما كنتش يعني مساعدة، ما كنتش لسه اخرجت. طب ليه لما تودكتي وبقيتي مخرجة قوية ما اشتغلتيش مع نبيلة عبيد؟ لا ما انا اشتغلت مع سميحة بدران. عديت سميحة بدران ولسه احنا طول ما احنا عايشين ممكن نشتغل يعني. اللي انا عايزه اساله لك يا ايناس، لما الاقي نبيله عبيد وهي عندها عطاء وعندها التاريخ ده، لما تشوفي السيمفونيه بتاعت احسان عبد القدوس دي اللي اتعرض على الشاشه امبارح، كل دور انقح من التاني، ونلاقيها قاعده، ده بيبقى علشان احنا دلوقتي المخرجين ما بقتش هي محل الثقة للفنان، ولا لا هي تشبعت من لا كل؟ هي أزمة سينما موجودة على الكل، يعني احنا ما بنشتغلش وهي ما بنشتغلش، يعني انت واخده بالك؟ يعني مش في مثلا عدد من الافلام بينتج ونبيلة قاعدة، لا احنا كلنا قاعدين. قاعدين بقالنا مدة مش، لكن زي ما قلت لك قبل كده الوقت اتغير، وانا بشوف ان لما بيكتب حاجات جديدة دلوقتي ما بيكتب لناش احنا حاجة، مش على البال يعني. فتبص تلاقي اتنين طالعين شرم الشيخ او عندهم اكشن وانتم مش هتعملوا اكشن. لا مش كده مش كده مش كده، مفيش تليفون من ماما تسال عليهم هم فين. ما هو ماما دي ممكن اكون انا ماما نور، ممكن اكون انا. الو انت فين؟ ولا في ماما ولا في بابا بيسال عليهم. العيال دول طالعين لوحدهم كده، فاللي بيكتب للعيال اللي طالعين لوحدهم. لا احنا عندنا عيب في ان احنا ما بنكتبش خالص للجراندات اللي في السينما المهمين، يعني بره بنشوف النجوم القدام اللي كانوا لهم تقل بيتكتب لهم افلام لان اسمائهم لغايه. انت تعرفي حد من الجداد؟ انت في العالم تعرفي حد من الجداد؟ كلنا عارفين الجيل القديم، محدش عارف الجيل الجديد. لا صحيح. يعني انت واخده بالك؟ انا عايزه برضه اسالك كمخرجه بالنظره دي، ليه من الجيل الجديد مفيش ستات اللي هم بقى البنات اللي موجوده على الساحه عندهم انهم يقدروا يعملوا اللي عملته نبيله عبيد وناديه الجندي، كانهم يشيلوا افلام ويجيبوا ايرادات ويبقى واحده نجمه جماهير واحده نجمه مصر؟ عشان المجتمع اتغير خالص. احنا بالعكس في الفتره بتاعتهم كانوا الستات اللي بيجيبوا فلوس مش الرجال. يعني كانت وقتها فتره كان سينما المراه، كانت سينما الستات هي البطله اللي كانت بتجيب. المجتمع اتغير. بصي السينما هي واجهه للمجتمع. الناس بتقول لك ليه بيعملوا في السينما كده؟ لا هو المجتمع بقى كده، لان كل المجتمع هم العيال الشباب العشوائيات. انا بقول احنا عايشين في عصر العشوائيات، كله عشوائيات مش مباني، عشوائيات في كل حاجه. ناس تطلع ما تعرفيش طلعت منين، ما هماش كفء لانهم يبقوا نجوم، ما هماش. وتلاقي واحده بقت نجمه وانت مش عارفه النجمه ليه، ما فيش المواصفات بتاعه النجوميه ولا الاداء ولا التمثيل ولا. فاحنا في عصر العشوائيات العام لكل حاجه، فلازم احنا نفكر كويس انه نغير الدنيا. هل هتتغير؟ لازم المجتمع يتغير، واحنا معاه. انا اعتقد ان هيحصل تغيير
أعتقد لا أعتقد آه لا أعتقد يا أختي يا جميل أنا وإناس عندنا حتة الطاقة والتفاؤل نحن بنجلبها نفسنا إحنا عند البحر دلوقتي لازم كلنا نجلب الطاقة ونشوف السنة الجاية فعلا الطاقة جات لنا ولا لا إن شاء الله السنة الجاية هتبقى حلوة السنة الجاية إناس هتعمل فيلم نبيلة عبيدة هتشتغل هتعمل بومبا أنا هتعمل بومبا نبيلة عايزة تعمل بومبا تفتكري إيه البومبا هعمل بومبا هعمل بومبا السينما بجد هي عاوزة فلوس هاتولنا الفلوس هنعمل كل حاجة بجد لأنه هي المشكلة مشكلة تمويل إن شاء الله إن شاء الله يعني أكيد المشكلة مشكلة تمويل لو في تمويل تأكدي هيبقى في سينما لا إن شاء الله كل حاجة هتتصلح وكل حاجة هتتعدل وحنعمل البومبا دي وكله ما صلحتش إحنا عملنا تاريخنا تاريخ مشرف وجميل قبل ما تمشي سؤال هتسألين نبيلة عبيد النهاردة في يوم يعني من أهم أيامها دورة باسمها دورة 35 لمهرجان اسكندرية أنا هسألها إحساسك إيه بلبل بعد لما عرفتي تكريمك ودورة باسمك وانا بتهيالي انت لازم تعملي كمان جايزة باسمك لان انت من الناس المهمة جدا في السينما في جايزة نور الشريف وجايزة لازم تبقى جايزة تتبنيها للستات من فضلك ما تتبنيهاش للرجال خلاص ده وعد وعد اعمليه لانه انت اسم كبير وهيفضل باقي وده اللي انا طالباه منك يعني. خلاص خلاص وانا الندوة بتاعتك لازم تعليني الخبر ده يا بلبل لبكره ان شاء الله لا 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 وهي هتقوم وتقول وهقول لها حاضر هيتعمل نعمل لها هتسالي السؤال ده في الندوة وهي تعلنه في الندوة بقى بكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعمل جايزه وممكن تعملها حتى بره المهرجانات تعمل جايزه هي باسم نبيل خلاص والله فكره حلوه تستاهل عليها حاجه حلوه اديها بوسه اديها بوسه بومبا